توافقي. ملفق لي كردستان. نعم. هاي 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 لازم تسولف فيها. خلي اشرب لي شويه ماي. اشرب ماي الف عافيه. خلي اروح على قضيه ملفق لي كردستان. وفود رايحه. ايش قد شباب عندي وقت؟ تمام. عندنا 3 دقائق ويا جنابك تكفي. الوفود رايحه وفود جايه. قال لو راح نلزم اقليم كردستان بتسديد هكذا مبلغ على مستوى الايرادات المستحصله من المنافذ وغيرها وعلى مستوى حصه النفط، هذا صار لو ما صار دكتور وراح الاقليم راح يلتزم لو لا؟ بما انه جنابك جزء من خلي احكي لك الواقع بكل صراحه، الحزب يعني الديمقراطي الكردستاني بحياه احكي لك، يعني خلي نخلي الماضي يعني نتكلم عن الحاضر. نعم. هذه المرة وفد حكومة إقليم كردستان كان جاد جدا، وزيارات ماراثونية يمكن أكثر من 20 زيارة، صح. جابوا كل المعلومات اللي طلبوا من عندهم. يعني أول مرة الوفد يجي يجتمع في قبة البرلمان مع النواب، وصار حديث صريح يعني بين النواب مع الوفد. كذا مرة اجتمع مع اللجنة المالية ومع الحكومة أيضا، جابوا كل ما طلب من عندهم. وإحنا كلجنة مالية توافقنا أنه نجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم. اجتمعوا وطلعوا بمذكرة تفاهم وصار تنسيق وزيارات وتبادل وأكو تفاهم بين الديوانين. الآن يعني صار اتفاق سياسي، هذا الاتفاق أرسل للجنة المالية ترجمناه في نص المادة 11. المادة 11 يعني أذكر لك 5 فقرات مهمة جدا. اتفضل. اللي هي شرط ومشروط، يعني 4 فقرات تنفذها حكومة الأقليم، الفقرة الخامسة تنفذ من قبل الحكومة الاتحادية خاصة الإقليم المالية. طيب. يعني الملف النفطي، معدل بيع النفط العراقي من قبل شركة سومو شقد بالشهر لكل شهر، مثلا الشهر الرابع مثلا ب60 يضرب في 250 ألف برميل يوميا يطلع لنا الرقم. طيب هذا الرقم 1. 2 تنسيق بين الديوانين يحسبون الإيرادات الاتحادية غير النفطية، يعني المنافذ وغيرها أيضا يطلع رقم، هاي رقمين. 3 أكو أقساط على حكومة الأقليم ماخذين قرض من التي بي آي، قسمناها على 7 سنوات وأقساط شهرية أيضا. رقم القسط يحسبوه، هذا المجموع مال 3 أرقام يطرحوه من حصة الأقليم، والمتبقي سواء زائد أو ناقص يتحاسبون عليه. جميل. يعني مسألة هذا كله ملزم بقانون. نعم. والوفد موجود اليوم بغداد، وفد على مستوى عالي برئاسة كاكوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الأقليم، وزيرين وياه، وكلاء وزير، يعني لجنة فنية كاملة. جميل. حول يعني النفط الالتزامات الأربعة إذا ما سوتها حكومة إقليم كردستان، الالتزام الخامس إنه ما نعطي. نعم. أي شيء مالي. نفذ 4 ألف باء جيم دال حتى تتنفذها. طبعا إضافة إلى ذلك أكو فقرة أخرى تتحدث عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالملاك الموظفين وهاي. نعم. صح. طيب دكتور أخيرا بكلمة، إيش قدر حجم القروض اللي اقترضناها خلال الفترة الأخيرة خاصة إذا جنابك بالدور الأخير؟ يعني أنا أعتقد القروض الخارجية بين 25 إلى 30 مليار. والقروض الداخلية أعتقد وصلت إلى عبرة 60 تريليون دينار، يعني تقريبا 45 مليار. يعني الدين الخارجي ككل يصل إلى 80 مليار دولار، واكو ديون بغيضة علينا. أي. اللي هي ديون الخليج تتذكر، واضحة بس هاي ما مفعلة لحد الان. ما مفعلة. أي. نعم. فهي بحدود 80 مليار دولار. ايش قد جاي ناخذ من الموازنة ونعطي اقساط للديون؟ هي 15% سنويا. نعم اكو نسبة معينة تعطى، يعني اكو جدولة. لانه القرض من صير تعاقد عليه اكو بيها جدولة مثلا. جميل. سنويا مبلغ القسط زائدا الفوائد، وهذا من الموازنة. نعم. جميل.